ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، 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 ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغلي له ليله لطلوع النهار، حيري له باله غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغلي له ليله لطلوع النهار، حيري له باله غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد. ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، 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 ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغلي له ليله لطلوع النهار، حيري له باله غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغلي له ليله لطلوع النهار، حيري له باله غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد. ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة، ألف ليلة وليلة قصة كل ليلة. الحلاوة دي أول مرة تلبسيها. الجلاب طلعت فيه. أهلا وسهلا. أول بقول لها وأنا جاي أول مرة تلبسيها. بقول بدور في الجلاب لقيتها طلعت فيه، طلعت عالي. بس مش أول مرة تلبسيها؟ مش فاكرة. ازيك يا سوسو؟ ازيك يا سوسو؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله. لطيفة وحلوة؟ الحمد لله يا رضا. يا رب دايما. يا رب. الشتاء داخل. الساعة. أنا سقعانة من دلوقتي. تعرف إن أنا طلعت بطاطيني؟ بجد؟ والله. من امبارح رحت مطلعه بطاطيني وديز. انت من النوع اللي بيتغطى بايه في الشتاء؟ ما يبقى شتاء جدا. انا بتغطى شتاء صيف. بجد؟ انا ما اقدرش انام. انا ما بعرفش اتغطى ولا في الصيف ولا في الشتاء؟ لا انا ما اقدرش انام من غير غطا، لا شتاء ولا صيف، ان شاء الله حتى ملايه، يعني ملايه خفيفه كده، ولازم اغطي ودني، لو ما غطيتش ودني انا مش هنام. اوكي. يعني ودني دي لازم تتغطى وتتدفى كده. انا ممكن اغطي جزء ده من جسمي، بس رجليا كف يعني كعبي لازم يبقى في الهواء الطلق. لا 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 مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. وفي الشتاء بقى 3 4 5 6 7 بطاطين. انا بقى لو اتغطيت بكل ده اول ما بعرفش، بحس ان انا هتخنق، بحس بتقل على جسمي، وبحس بفرهد، ما اقدرش. لا ما اقدرش، انا لازم على فكره من زمان وانا كده. اغلبيه الناس كده. يعني انا لا اعترف باللحاف. حتى قبل يعني حتى وانا صغيره برضه كنت دايما فكره الغطا دي مهمه جدا بالنسبه لي. وتلبسي كذا حاجه فوق بعض؟ لا موضوع اللبس الكتير ده ما بحبوش، بس اهم حاجه بالليل الغطا ده مهم بالنسبه لي، بحس بالدفى والامان الاثنين. يعني عارف انت بقى مشاكل نفسيه. مشاكل نفسيه معلش يعني. في ناس على فكره بتتغطى بتحس بتبقى خايفه وبتحس بالامان لما بتتغطى. حقيقي. لازم، وظهري تحديدا لازم يتغطى كتير، ويبقى فيه مخده ورا ظهري
يعني اتقلبتي شمال اتقلبتي يمين؟ انا بنام على ظهري اصلا. لازم يبقى، لا انا بنام على جنب بس لازم يبقى في مخدة ورا ظهري. ليه بقى؟ يعني هو فكرة الظهر ده، هي فكرة الخيانة دايما. حتى خيانة انت يا في بيتك في ايه؟ حتى انت يا بروتس ماليش دعوة، ماليش دعوة. وليه الست دي؟ بروتس ممكن يطلع لي من اي حتة، انا مال انا؟ انت بتتكلم جد؟ اه والله لازم احس ان في حاجة كده ساندة ظهري، معرفش ليه. لا انا بصي انا هضحكك. ضحك. هو انا بنام بطريقة غريبة جدا، انا ما بتحركش طول ما انا نايم، يعني زي ما انام زي ما اصحى. اللي انا فراكه. لا يعني سرير بصحى متسوي. وبعدين انام على ظهري، وورا هنا في مخده عاليه، ومخده على اليمين، ومخده على الشمال، احط عليهم ايديا كده. اه. خمس دقايق تلاقيني نمت، انا هنام دلوقتي منكم. ايوه. بس. وما اتحركش. لا انا فراكه. فراكه فراكه يعني، اللي هو ايه شمال يمين. بتتكلمي وانت نايمه؟ لا بس بحلم كتير، واحيانا بصحى مش بقى. يعني تقريبا انا بحلم كل يوم، ما تفهمش ليه. انا بحلم كل يوم بس انا اول امبارح جالي كابوس بشع. اه مش هحكيها. احكي لي وانا اقول لك. لا بجد؟ اه والله. انت بتفهمي؟ شوي. لا بلاش، اصل هو كان كئيب قوي. اه لا مش عارف، مش عايز اقوله. لا ما تقولوش خلاص، عشان ممكن يخض. بقول لك ايه، لو تحلم الصبح يعني بعد ظهور الشمس، يقول لك الشمس على الحيطان والحلم من الشيطان. دي الحكم المصرية يعني. فاللي هو ايه، يعني الحلم اللي بعد شروق الشمس مش شيطان، لا يعول عليه. اوكي. ويقول لك ان الحلم فال، يعني الرؤية تأويلها على اللسان، انه لو مثلا حلمت حلم وقلته لحد وقوله لك حلو بيبقى حلو. ولو في أغلبية أحلامي بالميتين أو المقابر. آه. من الآخر كده. يعني 80% من أحلامي بجدودي، ببعض أصدقائي اللي توفوا، بالمقابر. دايماً كده. ده معنى إيه؟ معرفش. لا يعني ده حاجة نفسية على فكرة برضو، في حلم نفسي. يعني زي ما الحاج فرويد قال ان الاحلام تعبير عن رغبات مكبوته او عن حاجات في الذاكره او في منطقه اللاوعي، اللي هو منطقه الوعي ومنطقه اللاوعي. طول ما انت واعي قادر تتحكم في افكارك اللي بتيجي في دماغك، لما بتيجي تنام بتفقد السيطره على الافكار. صح. فالمكبوت جواك في اللاوعي اللي انت مش مدركه بتطلعه في الاحلام، فالاحلام دي انعكاس لحاجات شخصيه جواك انت مش عارف تقولها او مش عايز تقولها او خايف تفكر فيها. بصي هو انا جايز انت عندك حق، لان انا دايما مش من النوع اللي بيخاف من الموت، وبتوقع ان هو ممكن يحصل لي دايما كل شويه، يعني في اي وقت في اي لحظه في اي، فممكن ده يبقى عقلي الباطن بيطلع كده. ده الحاج فرويد اللي قال ده، مش انا. عنده حق. هو يعني في التفسير النفسي للاحلام ده مهم جدا، يعني لانه ومؤدين معظم، يعني سيجمان فرويد ده حقق شهرته في علم النفس على فكره الاحلام وعلاقتها بالتركيبه النفسيه للاشخاص. فتخيل، وده كان جديد في العالم، ان عالم نفس يربط الامراض النفسيه بالاحلام. ده كان حاجه يعني ملهمه جدا وعظيمه جدا يعني. طيب بقول لك ايه؟ نعم. اقول لك فكره. قولي فكره. تي نسمع اغنيه؟ يلا بينا. وبعدين فاصل؟ ماشي. ونبدا نخش في صلب الموضوع. ماشي. جاهزه؟ ما ينفع جدا. استاذ حسام؟ هتغني لنا ايه؟ اغنيه الحلوه دي شباك. الله الله يا حلوه، الله يا حلوه. مزيكا مزيكا. الحلوة داير شباكها بشجرة فاكهة ولا في البساتين،
الحلوة مش شباك ضلة يا حرص الله يا حرص الله ست الحلوين الحلوة الحلوة داير شباكها بشجر فاكهة ولا في البساتين الحلوة مش شباك ضلة يا حرص الله يا حرص الله ست الحلوين الحلوة الحلوة حلوة والصنيورة زي الصورة مرسومة تمام والشفة وردة فعنقودها أما خدودها تفاح الشام الحلوة حلوة والصنيورة زي الصورة مرسومة تمام والشفة وردة فعنقودها أما خدودها تفاح الشام يا مين يوصلني لابوها ولا أخوها واطلب أواه يا مين يوصلني لابوها ولا أخوها واطلب أواه الحلوة داير شباكها بشجر يتفاكها ولا في البساتين الحلوة مش شباك ضلة يا حرص الله يا حرص الله ست الحلوين الحلوة أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف رجعت لكم مرة تانية مع سعاد سليمان سوسو وابتدي بقى عشان احنا اتكلمنا عن نفسنا كتير قوي فنبتدي بقى نتكلم عن الشخصية الخاصة بينا النهاردة بلغني ايها الجمهور السعيد جمهور الحاج شريف مدكور ذو العقل الرصيد أنا احنا النهاردة هنتكلم على عالم من اهم علماء العالم لدرجة انه اسمه مكتوب على احدى فوهات القمر في فوهات بركانيه في القمر حوالي 3000 فوهه مكتوب عليها كل العلماء العالم إيه من بجد اول ده مين اللي كتبها علماء الفضاء اللي بيطلعوا فوق في القمر فاسمه مكتوب على احدى هذه الفوهات كتبوا اسمي اللي هو ابو الريحان كتبوا اسمي نعم كتبوا اسمك؟ لا حبيبي لسه والله معلش لما الفوهه الجايه بقى ان شاء الله لا انا القمر كله انت القمر كله صحيح حاسسيني بعظمتي كده ايوه طبعا ابو الريحان البيروني هو اتولد في خوارزم اللي هي افغانستان دلوقتي وقتها كان في دولتين في العالم هو اتولد سنه 973 ميلاديه ولا هجريه؟ لا ميلاديه 973 كان في مصر الدوله الفاطميه بقالها 5 سنين وكان طبعا في بغداد الدولة العباسية اللي هي بتحكم معظم الدول اللي موجودة اللي هو منطقة الشام وسوريا وبغداد وكل المناطق اللي حواليها هو اتعلم هو كان بيتكلم عدة لغات ساعدته في ان هو يطلع على علم الآخرين كان بيتكلم العربية والعبرية والسانكستيرية اللي هي الهندية واليونانية والفارسية والأفغانية طبعا لغة بلده هو أفغاني فكان عنده يعني علم ومعرفة بعدة لغات كانت مهمة جدا فطبعا من اللغة اليونانية ساعدته أنه هو يطلع على أعمال أرسطو أفلاطون وبطليموس الفلكي لان عندنا 2 بطليموس الفلكي لدرجه ان هم كانوا مسمينه ان هو بطليموس العرب كمان كتب عن الهند قعد 40 سنه في الهند اغلبيه عمره لا يعني هو عاش 75 سنه يا 40 سنة منهم 40 سنه في الهند اغلبيه عمره يعني وكتب عن الهند كما لم يكتب
احد وهو يعني كتب عن ادبهم وعاداتهم وتقاليدهم والمساحه والسكان. هم بيسموه ابو المسافات، ابو قياس المسافات الطويله، لان هو كان اخترع نظريه في طريقه قياس المسافات الطويله من غير ما يجيب متر ويقيس، يعني لدرجه انه يقال انه في سلطان فارس وقتها اسمه محمود الغزناوي قال له انا عايز اعرف مساحه المملكه اللي انا بحكمها قد ايه، لانه فيها يعني فيها جبال وفيها صخور وفيها حاجات احنا مش عارفين نقيسها يعني. فهو استخدم المسائل الحسابيه وقياس الظل، الضوء والظل في تعامد الشمس وغروب الشمس، وعرف منها المساحة. ويقال ان هو كمان اهتم بقانون الجاذبية قبل نيوتن بكتير جدا جدا، احنا بنتكلم في 973 وهو يعني اتولد 973 وتوفي سنة 1048، يعني كان لسه بقى نيوتن بقى قدامه 500-700 سنه على بال ما يجي لحد اما كان ده البيروني. البيروني يعني وصل لفكره الجاذبيه وفكره الفراغ وفكره غمر الاشياء لمعرفه وزنها، خاصه ليه كتاب مهم كمان في الاحجار الكريمه وفكره ان هو ازاي يعرف كثافتها وحجمها وتركيبتها وتكويناتها واستعمالاتها الطبيه من خلال الدراسات، من خلال الكتاب اللي هو كتبه عليها. أول واحد يكتب كتاب عن الصيدلة، بس كانوا بيسموها الصيدنة بالنون مش باللام، ودي كانت برضو يعني مفارقة أو فكرة جديدة أو حاجة جديدة إنه يبقى في كتاب في الصيدلة ومعرفة الأدوية وتخصصاتها، أدوية عصره طبعا وتخصصاتها وعلاجاتها. وده كتاب مهم جدا جدا استفاد منه كل علماء العالم في ان هم يعرفوا تركيبات أدوية في الوقت دوت. وطبعا كانت الطب موجود، بس تدوين الأدوية دي بشكل علمي اللي عمله أبو الريحان البيروني. هو اتعلم يعني هو كان أستاذه ابن سينا، لكن هو اختلف معاه. ابن سينا منين؟ ابن سينا اعتقد ان هو عربي بس مش فاكره منين بالظبط، غير البيروني يعني. ابو الريحان مش عربي. لا، ابو الريحان البيروني مولود في افغانستان. خلينا نتفق على حاجه، احنا ساعات في علماء كتير قوي بنقول عليهم عرب، هم مش عرب يعني. حتى سعاد انا اختلفت معاه في الانترو، بتقول لك الراجل مولود في افغانستان عاش في الهند 40 سنه وعاش في بغداد وعاش في بغداد فارس وفي ايران، فيعني على اساس ايه اتقال عليه عربي؟ هو مش عربي الراجل. وان احنا ننسب بعض العلماء الكبار لينا ونقول لهم هو الراجل مش عربي، مش عشان بيتحدث العربيه او تعلم العربيه يبقى هو عربي. وانا عايز اعرف ابن سينا منين بالظبط، لان انا برضو مره كنت قاري. بس انا ممكن تخشوا تقولوا لنا اتولد فين بالظبط وعاش فين ابن سينا؟ اتفضلي. هو وقتها كانت الحضارة الإسلامية في العصر العباسي دي كانت حاجة مزدهرة جدا جدا، وبالتالي كان كل المنتج، خاصة ان هو كان كتابته باللغة العربية. انا طبعا مش بضيفه مش بديله الجنسية العربية او بمنحها منه، لكن هو كل كتاباته كانت معظمها تقريبا كانت باللغة العربية. هو عاش في الهند 40 سنة ما كتبش بالهندي؟ ما هو حتى كتاب الهند كتبه باللغة العربية. لما هنشوف غلاف الكتاب برضو هنلاقيه اللغة العربية، بيقول ان دي اللي كانت اللغة المفضلة الأطوع بالنسبة له، اللي بيقدر يعبر من خلالها عن كل الـ الأفكار وكل المعاني اللي هو كان عايز يعرفها. كان ليه يعني هو مثلا هو عارف انت وقتها كان في فكرة العلماء الموسوعيين، يعني كان هو ابن سينا من أوزبكستان. أوزبكستان اوكي، يبقى ابن سينا من أوزبكستان، البيروني من أفغانستان. أيوة. ولو قعدت عدلت لك هلاقيهم كتير. أيوة. ما تمام. انا بس لا ما استني بس لا انا مش تمام بالنسبه لي، انا مش تمام. انا بالنسبه لي ان احنا ننسب بعض العلماء ونقول عليهم، يعني زي ما دلوقتي مثلا في بعض البلاد بتنسب لنفسها الحضاره المصريه القديمه. ايوه تخيلي. ايوه عارفه اللي هو لا، فهم كمان العلماء دول ليهم بلاد وبلاد مش عربية
افغانستان عمرها ما كانت بلد عربيه، والثانيه كازاخستان عمرها ما كانت بلد عربيه، فان احنا نقول ان العلماء دول عشان كانوا شاطرين قوي وخدموا الانسانيه فنقول انهم عرب، هم مش عرب. فبالعكس يعني، يعني كل واحد يبقى، احنا عندنا علماء عرب كتير جدا طبعًا طبعًا زمان ودلوقتي طبعًا، يعني في الادب وفي الطب طبعًا وفي كله وفي الهندسه وفي مش ضروري ناخد كله يعني نقول ده بتاعنا، ما ينفعش. يعني انا شايف ان ده مش انصاف للبلاد الاخرى والحضارات الاخرى، وهو مش عايز اقول كلمه بايخه بس هو يعني كملي. هو من اهميته ليه تمثال جميل جدا في النمسا، يعني حاجة كده جميلة يعني. وطبعا إيران كانت عاملة له نعم، إيش معنى النمسا؟ ما أعرفش بس أوكي. هو ليه تمثال في النمسا حتى معنا صورة لي هنشوف كمان. إيران سنة 1973 عاملة بريد تذكاري باسمه طبعا، ليه تماثيل في كل حتة. روسيا طبعا مهتمة جدا جدا بي، وبرضو عندهم تمثال لي تقريبا معظم العالم. الهند احتفلت، عاش فيها أغلبية عمره طبيعي، احتفلت بمرور 1000 سنة على ميلاد أبو ريحان البيروني، لأن هم اهتموا بيه جدا وشايفين أنه هو أنصفهم في الكتابة عنهم. كمان هو لما اتعلم اللغة بتاعتهم يعني طلع أو شاف الكتب القديمة بتاعتهم والأعمال بتاعتهم، لأن اللغة الهندية كانت من اللغات المهجورة اللي هي مش كل العلماء يقدروا إن هم يرجعوا ليها ويعرفوا العلوم، خصوصا العلوم الطبية بتاعت الهند، لأن الهند فيها طب شعبي كان يعني شاطرين قوي. شاطرين قوي قوي، أعشاب وكلام. فطبعا هم ملوك في الكلام ده، ياخد ده ويطوره ويحطه في كتاب الصيدلة أو الصيدنة، أو إن هو يعمل كتاب لوحده عن الهند يعني مجلد ضخم. ده كان بالنسبة لهم حاجة مهمة جدا، وهو ترك للبشرية أكتر من 146 كتاب. مات فين؟ معروف اتدفن فين؟ في خوارزم اللي هي أفغانستان برضو. بص هو كمان يعني غير إن هو فلكي وعنده قياس المساحات وعنده وجغرافي ومؤرخ وشاعر وكاتب ورحالة، عارف انت العلماء الموسوعيين بتوع زمان دولت، هو ده أبو الريحان البيروني. بشكر. لا لسه ما شفتهاش الصور. استنى. لا شفتهاش الصور. ورونا الصور. ده صورة تخيلية طبعا. البيروني من العلماء المهمين جدا، اللي هو اسمه البيروني أي الغريب في اللغة الفارسية. دي أحد أعماله، ده أحد كتبه، ودي برضو أحد مؤلفاته. ليه كتب كتير في الحقيقة، قوي. 146 146 كتاب. دي مؤلفاته. أوكي. ده كتاب الهند. أوكي. ده طبع تذكاري. ده طبع تذكاري. طبع تذكاري. ده عملاء إيران 1973 قبل الثورة الإيرانية. أيوة. ده تمثال، ده تمثاله اللي في النمسا. نمسا. ده تمثال برضو. اوكي. وده الماركة. الماركة. بشكرك. تشرفتينا ونورتينا كالعادة. الله يخليك يا ست سوس.